اخترنا في هذا المساء الحديث عن الخرشوف أو الأرض الشوكي أو القوق. والخرشوف هناك الطبيعي والبري، وهو ليس غذاء فقط بل دواء أيضا، وذلك لأنه يحتوي على عدة فيتامينات منها الأ وبي ونسبة كبيرة من الأملاح المعدنية المفيدة للجسم، ويستخدم أيضا لعلاج أمراض الكبد وضغط الدم والمرارة، كما أنه يقوي القلب وينشط الذهن ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، علاوة على أنه فاتح للشهية، يقوي عضلة القلب. ويؤكد الخبراء أن الخرشوف يخفض درجة حرارة الجسم ويزيل رائحة العرق، كما أنه يعد غذاء جيدا للأطفال لاحتوائه على نسبة عالية من عناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور، وفيه مادة الأنيولين التي تفيد الذين يبذلون جهدا عضليا كالرياضيين، ويحتوي على مادة سينارين المدرة للصفراء، وله خصائص واقية للكبد، كما أنه يعالج أمراض الكلى. دكتور محمد الفيت، عرفنا عن الخرشوف وفوائده بصفة عامة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فدائما في إطار يعني أسرار علم التغذية أو أسرار هذه الأغذية، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ضرأ كثير من الأشياء على وجه الأرض وخصها بمكان وبزمان وهو موسمية، أن أشياء لا تخرج إلا في وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. ثم أن بعض الناس أصبحوا الآن يتعاطون لأشياء يجدونها في السوق فقط لجهلهم بالمكونات الأساسية للأغذية التي يجب عليهم أن يتناولها إجباريا. الخرشوف أو الأرض الشوكي، وكلمة أرض الشوكي هي التي أعطت أرتيشو بالفرنسية، وكان الفرنسيون إبان الاستعمار أخذوه من المغرب، كان خرشوف بري، ما كان الخرشوف يتزرع، يعني هذه باش نكونوا واضحين، يعني كان بالطبيعي. نعم، كان ينبت طبيعيا، وكان الناس يستحيون أن يبيعونه لأنه كان بكثرة، وكان يأكله الإنسان والجمل، خصوص يعني الإبل في المغرب كانوا كيعطيوها هذا الخرشوف في الليل تبعد تاكلوه، في الصباح كيمشيو يخدموا عليها يحرطوا عليها ولا حاجة، لأنه الخرشوف كان يخرج في فصل الشتاء يعني فصل الحرث، والفلاحة كانوا كيأكلوه كتير. لماذا؟ لأنه يزيل الأعياء والألم ويسخن الجسم جيد ويعطي طاقة للجسم، يقوي العضلات، لأن في مادة الأنيولين وفي كذلك أملاح معدنية سنتكلم عنها. أخذته فرنسا من المغرب والجزائر وزرعوه في منطقة بيربينيون وفي الجنوب الشرقي من فرنسا. منطقة بيربينيون كانت معروفة بالخرشوف، وكانوا يصدرونه لألمانيا، يعني وصلت فرنسا إلى أن بدأت تصدره لألمانيا. كانت تأخذه هذا البرواق من المغرب، هذا الأسفوديل، كانوا كياخذوه هذه النباتات، ولكن من اللي استقل المغرب يعني بعد دول المغرب العربي ما بقاوش يعني كيتكلموا على هذه الأشياء هذه. فالخرشوف فيه أسرار يعني عجيبة جدا. لماذا؟ لأنه هو الخضرة الوحيدة التي تعتبر طبية أكثر من غذائية. لماذا؟ لأن ليس فيها كالوريات كثيرة، وليس فيها سكريات تضر، بل فيها سكر الإنيولين الذي هو يعني امتثالية الفريكتوز، وهو لا يضر أصحاب السكري لأنه لا يحتاج أنسولين، بمعنى أن هذه الخضرة هي أول في القائمة بعد البطاطا الحلوة والقصبيات والبصل الأحمر، هي الخضرة قوية بالنسبة لأصحاب السكري وكذلك ارتفاع الضغط. الخرشوف يحتوي على مادة سوداء، يعني النساء ملي كيقطعوا الخرشوف كيشوفوا أنه كيكحل. جميع الأشياء التي يتغير لونها هي طبية. لماذا؟ لأن هذه الفلافونويدات والبوليفينولات تتأكسد مع الأكسجين في الهواء، ثم تعطي لون أسود، تعطي مكونات سوداء مثل الزيتون، مثل البلوط، مثل الرمان، مثل الأشياء كلها يتغير لونها. والخرشوف فيه تركيز عالي، لأن كان البري، الخرشوف البري كان واصل فيه تقريبا حتى 25% من السينارين، مادة السينارين والسيليمارين، يعني هذو فلافونويدات، وهذه المادة هي التي
الآن أصبحت تباع حتى في صيدليات الخضراء في العالم الغربي على شكل خالص، وهي مادة تقي من تشمع الكبد، هي تحبس سرطان الكبد وتحبس تشمع الكبد، حتى ولو كان يعني في الطور الذي بدأ، يعني لما يبدأ تشمع الكبد فهذه المادة تحبس وتريح الكبد وتدير الصفراء في المرارة. الفلافونويدات معروف عليهم على أنهم كيسخنوا الجسم، كيضبطوا الهرمونات وكيضبطوا الفيزيولوجيا الجسم، منها الأنسولين والسكري، منها أشياء كثيرة. وهذه الفلافونويدات بحال النساء مثلا اللي عندهم خلل هرموني، نلاحظ أن الآن الخلل الهرموني أصبح ظاهر، لأن نعم لأن الفيتوستروجينات النساء مبقوش كياكلوها، ولا كياكلوا الأكل السريع وكيكتروا من اللحم والأجبان، فطبعا الفيتوستروجينات مبقاش المضادات للأكسدة. النساء ولا عندهم مشكلة، ولا عندهم بشرة شاحبة، تساقط الشعر، ولا هشاشة العظام، خلل في الدورة، أنيميا يعني فقر الدم، كل حتى الحمل ولا يتأخر عند النساء. الحمل يتأخر لماذا؟ لأن الضبط الهرموني الآن في مشكل. فلو النساء الآن تجنبوا هذه المواد الحيوانية، فهذا الفصل، لأن الخرشوف الآن هو في خضرة شتوية بامتياز وموسمي، يعني يأكله الناس في فصل البرد، هو البسباس والكرفس. الخرشوف لو كان النساء يشربوا هذا الماء ديال الخرشوف، يغليوا في الماء يشربوا في الماء ديالو، ولا يدير النقع ديالو في الماء ويشربوا الماء ديالو، هو مر، ولكن هذه المادة هي مرة، السينارين هي مادة مرة ولكنها مادة طبية. لو كانوا يشربوا هذا العصير ديال الخرشوف مرتين في اليوم، ولا ثلاث مرات، ولا حتى خمس مرات، يعني ما فيش الكمية، الأكل ما فيش الكمية، الأعشاب فيهم كمية، ولكن الخضر والفواكه والحبوب والقطاني ما فيهمش كمية. هذو اللي بغى ياكل يعني حتى كيلو ديال الخرشوف ياكل كيلو ديال الخرشوف، ما عندنا مشكل، واللي ياكلوا كل نهار ياكلوا كل نهار. لو شربوا هذا النقيع والماء ديال الخرشوف لكانت هذه الهرمونات تضبط، وكانت البشرة ديال الوجه جيدة، وكان حتى تساقط الشعر يتوقف، ولكن شرط أن يتجنبوا المواد الصناعية. ثم يأخذ هذا الخشاش، ونحن تكلمنا على لائحة كبيرة فيها السلك، فيها الخبيزة، الحريقة، فيها الكرافس، فيها الخرشوف، فيها. لو الناس أخذوا هذا الخشاش الأخضر اللي كيخرج في فصل الشتاء وبطلوا يعني مواد صناعية، لكانوا استفادوا يعني كثير جدا كثير، خصوص الخرشوف اللي فيه مادة الإنيلين. والآن الإنيلين هي مادة بريبيوتيك، هي بروبيو تغذي البكتيريا الصديقة في الأمعاء، وهي اللي نسميها الألياف الذائبة، لأن علم التغذية القديم كان يتكلم عن الألياف الخشبية، من بعد والتي تتكلم عن الألياف الغذائية، الآن نتكلم عن الألياف الذائبة والألياف الغير ذائبة ولا المتخمرة أو الغير متخمرة. والإنيلين هي من الألياف الخشبية القوية الذائبة المتخمرة، هي التي تساعد بكتيريا القولون باش تعود يعني هذاك التوازن في الفلامة، باش ما يكونوش غازات وما يكونش عدم امتصاص. والبكتيريا اللبنية هي اللي كتنقص كتخفض الكوليسترول، وهي اللي كتعطي بعض المضادات اللي كتقتل جراثيم المريضة طبعا، وهي اللي كتسوي كذلك بعض الأنزيمات والهرمونات في الجسم التي تساعد على خفض مثلا المواد التي تظهر كتسمم في الكبد، مثل الكينولات والترانزامينات والبيليريبين وما إلى ذلك. ثم كذلك هي مادة تساعد على الدورة الصفراوية يعني الانتيروإيباتيك، وتساعد كذلك على التوازن المائي في الجسم اللي كنسميه الكيليبر إدريك، يعني هذا التوازن المائي، لأن السندروم ميتابوليك الآن هو الناس كلهم اللي عندهم، وهذا السندروم ميتابوليك هذا الخرشوف هو من جملة الأشياء التي يعني تزيل حموضة الدم وتزيل هذا المشكل، هذا ديال الاستقلاب الآن اللي ولا ظاهرة هذا الخلل على مستوى الاستقلاب. الخرشوف في ألياف خشبية، إنيلين، مانيزيوم، مانغانيز، وشوية فيتامين دي وفيتامين أ، في شويه كالسيوم وحديد، ولكن المغنيسيوم قوي في الخرشوف، والخرشوف قوي بالالياف الذائبه الانيلين والفلافونويدات، وفي فلافونويدات كثيره جدا، لان الخرشوف ما كناكلوش باش نتغداو، هو كيعطي طاقه لبكتيريا القولون باش يتزاد الامتصاص، بمعنى ان تتولي مردوديه الامتصاص كبيره. الخرشوف الا كلتي معه اي شيء تتستفد منه، ربما الناس ياكلوا 200 غرام ديال اللحم ولكن ما يستفدوش منها، ربما يشربوا نصف لتر ديال الحليب ما يستفدوش منه، ربما ياكلوا خبزه ولا جوج في اليوم ما يستفدوش منه. لماذا؟ لان الامتصاص، مردوديه الامتصاص في الامعاء هي المهمه، وهذه الامعاء الخلايا ديال الجسم ديال القولون لما تتعرض للجذور الحره اللي كتجي من اللحوم والاجبان والمواد الصناعيه، السكريات على الخصوص، هذه الجذور الحره يعني اللي كتعرض لها خلايا القولون لمده طويله، الناس كيعيشوا على الوجبات السريعة لمدة 10 سنوات و 15 سنة، هذه الخلايا لا يمكن ألا تتحول إلى خلايا سرطانية،
لا يمكن، لأنها تتعرض باستمرار للجذور الحرة، وهذه الجذور الحرة ما عندهاش اللي غادي يمتصها، اللي غادي يحبسها على هذه الخلايا اللي هما الألياف الخشبية اللي هي الخضر والنشويات النخالة. طبعا إذا بقات هذه الخلايا معرضة لهذه الجذور الحرة تتحول إلى خلايا سرطانية، ثم يعني مع طول المدة غياب هذه المضادات للأكسدة والألياف الخشبية، هذا هو علم التغذية الحديث. بقيناش كنتكلموا على السعر الحراري، السعر الحراري اصبح متخلف، ولينا كنتكلموا على المضادات للاكسده والالياف الخشبيه الدائبه والمواد الفيتوستروجينات، المواد الضابطه للهرمونات. هادو الفيتوستروجينات طبعا كيتصنفوا مع الالياف الخشبيه، فالخرشوف يمتاز بهاد الفيتوستروجينات، كيمتاز بالمضادات للاكسده اللي هما الفلافونويدات والبوليفينولات، وكيمتاز كذلك بالاملاح المعدنيه اللي من المغنيسيوم، والمغنيسيوم هو جيد للتوتر العصبي. لماذا يحفظ عضلة القلب؟ طبعا لأن فيه مضادات للأكسدة، لأنه كيشد الكوليسترول، ما كيتحركش الكوليسترول، ما يتحركش لأن كانوا الناس كثروا الخرشوف الكوليسترول يهبط، هذه يعني مسألة مفروغ منها يعني. ولكن في غياب يعني خاص الناس ماشي ياخذوا الخرشوف وياكلوا اللحم، خاصهم يبطلوا بعد اللحوم يعني المصادر الكوليسترول، مصادر الشحوم والدهون، ثم يتناولوا هذه الخضر هذه الشتويه ومواد اخرى يعني من السمك من الحبوب. يعني الحبوب الان اللي كتكال في الشتاء هي الذره، الذره هي اللي كتستهلك في الحال البارد، كذلك القطاني بحال الفول، هذو كيستهلكوا الان في فصل الشتاء. فإلى الناس التزموا بهذا النظام النباتي وكثروا من هذا الخشاش الارض الموسمي اللي كيخرج دابا، طبعا غادي يستافدوا. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الحج تكلم عن زوج بهيج، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هنا يتكلم عن الخلق، لأن الآية اللي قبلها خلق الإنسان، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد. فهناك يتكلم الله على الخلق وعلى زينة الأرض وعلى هذا جمالية الكون وجمالية الخلق والإتقان في الخلق لدي الله سبحانه وتعالى. في سورة لقمان، رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة. يعني من اللي كيتكلم الله على الأشياء اللي كتحرك اللي هي الحيوان، كيتكلم عليها ببتة، معنى أنها تتحرك، وهو ما نسميه احنا في علم البيولوجيا بالمملكة الحيوانية، فيها حشرات فيها كل ما يتحرك، يعني هذا عالم الحيوان. لكن لما يتكلم عن النبات يتكلم عن كلمة نبتة، يعني هذه تخص النبات، بتة تخص الحيوان وأنبتة تخص النبات. يعني بتة فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. معنى زوج كريم هنا ليس زوج بهيج، وإنما زوج كريم، زوج كريم أنه لا يضر الجسم طبعا. لا يمكن لخضرة أو حبوب أو نبات أو خشاش أن يضر الجسم، لا يمكن، من المستحيل، لأن الوعد عليه سبحانه وتعالى أنه خلق هذه الأشياء بتوازن وأنها صالحة للبشر حتى يلقى ربه. يعني إذا كان هناك خلل فمما عملت أيدينا طبعا. إذا كان خلل فمما عملت أيدينا، لأن الفساد لا يظهر هكذا يعني عفويا، وإنما يظهر من جراء ما تعمله يد الإنسان في هذا من أفعالنا يعني. لو سمحتي دكتور، معنا مكالمة على خط ناخدها. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ بشرى من مدينة فاس. أهلا بشرى وأهلا بأهل فاس، تفضلي. شكرا، بارك الله فيك. نشكر الدكتور سعيد، اسم على مسمى. بارك الله فيك، العفو. الله يخليك. عندي جزء الأسئلة. الأول هو عندي الأم ديالي مريضة بالغاز. نعم. الطبيب حيد لها بزاف المواد ما تاكلش، من بين هذه المواد القوق، ولكن ما قالهاش الخرشوف ما تاكلوش. هي باش تاكلو في ينفخها، تحس بكرش هذه عندها صغيرة، وتبقي النهار كله كرشها صغيرة، وإنما مع ذلك تطلع تاكلو مرة واحدة أخرى. هذا واش كاين شي ضرر عليها ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني بالنسبة للخرشوف اللي تيتباع منقي. منقي. نعم أيوا. منقي أو اللي كاين اللي تنقيه لينا من قبل. نعم. يعني كيبات. في بات ولا غدا عاتي يطيبو. كتخليه مثلا في الماء؟ لا. غير بلاستيك. ودخل الثلاجة. يعني واش كيبقى محافظ على المكونات ديالو؟ لا لا، هذا الشيء ولا ما تعرفه. وشكرا لك. اذا شكرا الاخت بشرى من مدينه فاس، تفضل الدكتور. نعم. عليا كيف ما كان الحال، هذه مشاكل الغازات في الامعاء
هي أسئلة خاصة، يعني احنا نطلب من الإخوة المستمعين يكونوا أسئلة عامة يستفيد منها كل الناس، أما هذه حالة خاصة، هذه السيدة وصف لها الطبيب ديالها دواء علاج يعني ما عليه ما، ولكن هي قالت لك بأنه قطع عليها مثلا من ضمن نعم المأكولات القوق. كاين أشياء اللي ماشي كدير الغازات غير هي قوية على الأمعاء، يعني هذا هو علاش لنا علم التغذية تخصص دقيق يعني. ما علينا الأطباء كيكونوا خدموا بواحد اللائحة، عندهم لائحة مثلا ديال الخضار، لائحة الفواكه، لائحة الحبوب اللي لا تسبب مثلا لا اللي كيخدموا بها، لان هما عمليين الاطباء عمليين، خصو يعطي حاجه للشخص ماشي يبقى يقلب في الكتب. نعم. فكيكونوا عارفين الاشياء التي تتردد في الاستهلاك، هاد الاشياء اللي كدير الغاز اللي من اللفت، من الكرنب، من هذا الخرشوف، من الاشياء هذه قويه على الامعاء. لماذا؟ لان ملي كيكونوا الغازات كيكون واحد عدم توازن في الفلورا ديال هاد القولون، كيكونوا الخمائر طالعين، وكيكون البكتيريا اللبنيه العدد ديالها ضعيف جدا. فاحنا كنقولوا بالعكس، هذوك الاشياء اللي كيعملوا الناس غازات هما اللي خصهم ياخذوهم حتى ترجع هذيك التوازن ديال الفلورا. نعطيك مثال، كاين النساء كثير كتضرهم بطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه فعلا، لكن العام الفايت ملي اكدت عليهم انهم غادي ياكلوها واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام اسبوع، ولكن في الاخير انها تبين على انها اعطت واحد المفعول هائل هائل، ما بقاش عندهم غازات، وبالعكس يعني استفدوا منها. يعني النساء اللي كانت عندهم فقر الدم، واللي كان عندنا بطاطا الحلوه هي اول نبات غني بالحديد فعلا، وعلى ماشي الاسبانخ، يعني بطاطا الحلوه هي الاولى، يعني باش باش نزيد نصحوا الناس لهاد النصائح اللي كينقلوها من الانترنت. واكثر من ذلك، الورق ديال البطاطا الحلوه فيه 5 اضعاف حديد اللي كاين في بطاطا الحلوه، وبطاطا الحلوه فيها 5 اضعاف الحديد اللي كاين في الاسبانخ. يعني باش نكونوا يعني دقيقين دائما، فهذا يعني السيده التذكير والتصحيح المفاهيم الخاطئه، ما نظنش يكون عندها، انا لا اظن يكون مشكل خطير زعما، يعني هذه قضيه غازات هي اشياء عاديه جدا. هاد السيده هذه بالعكس خاصها تزول الحلويات، الحلويات، وما خاصهاش تاكل الفواكه من بعد الوجبه، لان يعني الفواكه من بعد الوجبه كياخذوا، هي اللي كتزيد في الخمائر يعني لي لوفير، هادو كياخذوا السكريات السائل بسيطه وكيعطيو غازات، يعني كتنفخ ناكلوا الفواكه. نعم. في الاول هذا هو النمط اللي خاص، يعني الطبيب عطاها هذه المسائل عمليه. نعم جزاه الله خيرا، ولكن تزيد تجتهد، يعني هذه السيده هذه ما خصهاش تجمع ما بين الحلويات واللحوم، هذا الاول، اما تختار اما الحلويات اما اللحوم، ما تجمعش ما بين الحلويات واللحوم، سكريات واللحوم، وما تاخذش الديسير يعني هذوك الفواكه الطريه من بعد الوجبه، ملي تاخذ الوجبه ما تاخذش الفواكه الطريه، هذا من جهه. من جهه اخرى هذه السيده هذه خاصها تاكل يعني هذا الخشاش اللي حنا كنتكلموا عنده، هذا كيعاود يدير توازن يعني في الامعاء، والاكل ديالها يكون فيه مادتان لابد، الناس اللي عندهم غاز هما الثوم والقرفه. نعم، الثوم والقرفه. نعود الى هاد المكونات، الخرشوف الناس اللي كيقشروه في الليل ولا كيتبعوا، من الاحسن يتشرى هكاك يعني بلا ما يكون نقي، بلا ما يكون ما تنقى، كيحيدوا ليه دوك الخ المؤخره ديال الاوراق. نعم. كيحيدوا شي خويطات، يعني لا بغاو النساء يحيدوهم، ما نظنش يكون مشكل، ما فيش مشكل، هو الخرشوف هو مر، والخرشوف المذاق ديالو خصو يكون مر، لما كانش مر ما فيش سيناريين. لا يعني مثلا كتشري اليوم حتى الغدا عاد ماشي مشكل، واخا كيضيعوش هذوك المكونات. لا غادي يبدا يكحل شويه، غادي تاكسد هذيك الماده ديال السيناريين تاكسد، ولكن التركيز غادي يكون باقي مازال، لان هذا الخرشوف دابا اللي ولاو كيزرعوه، كان الخرشوف البري هو 10 اضعاف ماده السينارين، اللي باقي يلقى الخرشوف البلدي الان يا للاسف ان الناس ولاو كيحفروا، لا ولاو كيحفروا على الجدر ديالو حتى هو كيتعالجوا به وقطعوه ما بقاش، خصوصا ملي الفلاح ولاو كيحرطوا بالجرار، هذاك المحرط الكبير ديال الجرار يعني قطع هذا الخرشوف، ما بقاش كيظهر في كل المناطق، كان المناطق كلها قصب التادلة، كان الشاويه دوكا، كان يعني بالهنا ملويه، وبعد الاحيان في السوق ولكن قليل، جيت الرماني هذه زعير، جيت الرماني هذا سبت مغشوش، وكان جيت سميتو عليه ملوياج بركان، هذه كلها كان فيها مناطق فيها الخرشوف بكثره ما يا للاسف الان قلال الخرشوف البلدي، ولكن ممكن نعاودوا نديروا الزراعه. دابا كيزرعوا كاين هذاك الرومي، وكاين هذا اللي كنسميوه حنايا الرومي، حتى هو فيه ماده السينارين، يعني ماشي التركيز عليه، ولكن حتى هو جيد اذا كانوا الناس، والخرشوف الالف اللحمه كيعالجوهش بعدا،
يعني على ذكر العلاج دكتور كنلقاو بعض الاحيان واحد الحشره داخل. بالعكس وخاصها تكون فيه الحشرات، لان الا كانت فيه الحشرات ما كيكونش معالج، الا ما كانش فيه حشرات كيكون معالج. دائما يعني كنلقاو فيه واحد الحشره غريبه، هذيك ماشي مضره. لا ماشي مضره، وكيتلق بعدا هو العيالات كيقنقيو مزيان كيسلقوه وكيطيب كيتكال. الحاجه اللي كدوز على النار ما نخافوش منها، ما كاينش تكيسات ولا دي بارازيت هذو طفيليات ولا حاجه. ملي كدوز الحاجه على النار ما عندناش مشكل. الاشياء اللي خطيره هي الاشياء اللي كتكون في اللحوم والاسماك، بحال الكلوستريديوم بوتيلينوم، هذيك البكتيريا المتبوغه، هذه هي اللي كتعطي خطر. علاش؟ لانها مقاومه للحراره. اما الطفيليات والتكيسات الاخرى اللي كتكون في الخضر ولا شيء، الا دازت على النار، الا الناس طيبوا مزيان نضجوا المسائل على النار، ما يكون فيها اي مشكل. نزيد نعطي اضافات، ان بما في انتظار المكالمات، ان الاشخاص اللي عندهم اعراض على مستوى الكبد والبنكرياس والطحال، هاد الاعضاء الثلاث، واللي عندهم مشكل على مستوى المعده والمعي الغليظ القولون، هاد الاشخاص يحاولوا ما امكن يشربوا الماء ديال الخرشوف، ويكثروا منه، يشربوا الماء ديال الخرشوف بكثره، لان هذيك الشحوم اللي كتكون في المعي اللي كتكون في الكبد، الشحوم في الكبد والتسمم الكبد اللي كتطلع الكينولات، لان الكينولات كتجي من الميتابوليزم، كتجي من الاستقلاب ديال اللحوم ديال الدسم وديال السكريات. وما نساوش بان الكبد هو اول عضو كيمشيو ليه الادويه، فالادويه تمر من الكبد. فالاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه وكياخذوا اقراص طول حياتهم، خصوصا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط واللي عندهم اشياء هادو، واللي عندهم امراض نفسيه كذلك، هادو الناس كتكون المعده ديالهم طيبه، معدة طيبة وكتكون الكبد منتفخ. الناس اللي عندهم الصرع وتاخذوا مثلا الاقراص ديال ديباكين ولا حاجه، اللي لان اصحاب الصرع خصهم يعيشوا بالادويه، لا يمكن. هذه امر ما يبقى الطبيب كيطلب لهم تحليله وكيراقب الحاله ديال الكبد، من بعد كينقص التركيز ولا كيبدل ليه الدواء، يعني بيعطيه اشياء اخرى يعني اقل ضرر، خصوصا على الكبد، لان اصحاب الصرع كياخذوا ما عندوش مشكل هو في المخ، ولكن الكبد يعني هو الصفايه، مصفات ديال الجسم ديال الكبد. فالاشخاص اللي عندهم تسمم من جراء الادويه او من جراء المواد اللي كيستهلكوها، من الاحسن الان في هذا الفصل هذا يحبسوا دسم شحوم، ما ياكلوش ليدام، ويشربوا لهذا النقيع الشربه ديال الخرشوف، يطحنوا الخرشوف يطيبوه ويطحنوه في الماء ديالو ويشربوه، يكثروا منه ما يخافوش. كاين اللي كياكل واحد جوج دلايفات ديال الخرشوف يتخلع. بالعكس، الناس خاصهم ياكلوا جوج كيلو ديال الخرشوف، الا كانت عائله فيها خمسه ولا سته الاشخاص خاصهم يطيبوا جوج كيلو ثلاثه ديال الخرشوف. يلا يجي واد. نعم، لان كيهما الفلاحه كيقطعوا لي داك الجذر ديالو، كيقطعوه من الراس هذوك هذا، وكيكون باقي فيها التراب، كينقيوه مزيان وكيحيدوا هذوك الضلاف الخارجيه، وحتى الاوراق ديال الخرشوف تصلح، حتى الاوراق هذيك اللي كيرميو هذوك المؤخرات الشعاطات هذو ديال الاحاد جيدين، يعني ولو حاجه ما نضيعوها. لا علينا، هي جيده، وما غاديش نتكلموا على القوق الان، الرؤوس ديال الخرشوف القوق مازال الوقت ديالهم، الوقت ديالهم حتى لشهر 4 فعلا، هما محسوبين مع الخرشوف، عندهم نفس التركيز. نعم. ولكن كاين اشياء اخرى، مزايا اخرى اللي غادي نشوفوها في القوق. علاش؟ لانك نلاحظوا ان القوق كيتكال مسلوق، هو اسوأ طريقه باش ياكلوا الناس القوق، هي اسوأ طريقه، ولكن كتجي لذيذه. لان نعم، لانه هو ملي كيتسلق كياخذ وقت طويل، هذاك الماء ديالو كيولي اسود، يعني كتمشي هذيك ماده السينارين في الماء، هي ماده السينارين ما كتلفاش الحراره، ولكن كدوز مع الماء والماء كيثرم، كيلوحوه الناس. يا ريت كون كانوا الناس عاد داك الماء ديال السلق ديال القوق يشربوه بعدا، على الاقل غير يستافدوا، لان ماده السينارين كتكون مملح، كيجي مزيان فعلا. هذه فهذاك القوق كنلاحظوا على ان الناس كيسلقوه، هو بالعكس يعني الا حيدوا لي هذاك الشوك اللي داير به وطحنوه هكاك طازج مع الماء، تيولي علاج، كيولي علاج يعني هو غذاء ودواء، هو العلاجيه ديالو يعني كتزاد، خصوص الاعراض على مستوى الكبد. حاجه اخرى، النساء اللي عندهم مشكل في المبيض، المبيض مشحام ولا كتعطل لهم هذيك الدوره ولا شيء، هادو الى حبسوا المواد الحيوان اللحوم وتناولوا الخرشوف بكثره، بانتظام وبكثره، مع هذا الخشاش اللي تكلمنا عليه، الخبزه والسكوم والكرافس والمسائل هذه بانتظام، غادي يلاحظوا على ان وحتى البنيات اللي كيجيهم الام الدوره الشهريه، ملي كتقرب الدوره الشهريه كاين البنيات كيديوهم الاستعجالات فعلا، هادو اللي يعني اللي يحاولوا يعيشوا بنظام نباتي ويكثروا من هذا الخشاش. علاش؟ لان اعلى تركيز ديال الفيتوستروجينات كاين في فصل الشتاء، سبحان الله، كاين في فصل الشتاء،
وحتى الحمل يسهل في فصل الشتاء. لماذا؟ لان الناس ما كيستهلكوش اللحوم، خصوصا الباديه، في الباديه كيستهلكوش اللحوم بكثره، ما كيكونش الحليب، دابا ما كاينش الحليب يعني في خصوص الباديه، ما كنقل البقر ما ولدش، فكيستهلكوا هذا الخشاش اللي كانوا كيديروها مع البلبلات الشعير مع اشياء هذه، وهي اللي كتسخن الجسم بالعكس، هي يعني وكيولي البشره ديال المراه مزيانه والدوره الدمويه جيده والمسائل هذه، وحتى الحاله النفسيه كتكون مضبوطه، خصوصا الناس اللي عندهم ارق ديال النوم ولا عندهم عدم النوم ولا شي حاجه ما يكونش عندهم مشكل. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ الزهره العمراوي من العيون. اهلا زهره من مدينه العيون في الصحراء المغربيه ديالنا. تفضلي. شكرا. تنشكر القناه وتنشكر الاستاذ محمد الفيل. الدكتور الله يجازيه بخير. عندي حجر صغير في المراره وتنحاول الله يجازيك بخير استاذ نبعد على العمليه، لهذا تنبحث في كل ما هو نباتي ويمكن ان يفتت هذه الحصوات ان شاء الله. اريد ان اعرف هل الخرشف له دور في إزالتها وما هي الطريقة التي يؤكل بها؟ نعم جاي. شكرا جزاك الله خير. الله يجزاك بخير. بارك الله فيك. شكرا الأخت من عيون الساقية الحمراء. وهذا المنطقة الجنوبية فيها أشياء جيدة، يعني ما شاء الله عندهم سمك ولحوم الإبيل وعندهم العقاية وعندهم الألبان الإبيل وعندهم العلك ديال الطلح وعندهم أشياء جيدة، عندهم حتى طحالب البحر ولكن مازال ما كيستهلكوهاش. بالنسبة لحصوات المرارة، هو النظام اللي كيعطي حصى في المرارة هو النظام اللحم، الناس اللي كياكلوا اللحم بكثرة والأجبان فرماج، الناس اللي هذو لماذا؟ لأن الحليب فيه دسم فيه زبدة واللحوم فيها شحوم مشبعة، هذه كتأرق الكبد المرارة. علاش؟ لأن الآن الجسم ولا ضعيف والمرارة ما كتنتجش ديك الكمية الكافية ديال الصفراء باش تستحلب هاد الدهون، وهذيك الدورة بما أن الألياف ما كاينينش هذيك اللبيل كتبقى تمشي للمصران وترجع، يعني ما كتجددش، فهنا كيوقع ترسب هذاك حمض الديزوكسيكوليك اللي هو السيلبيليا اللي كنسميه الاملاح الصفراويه، كيترسب في كيكون داك الحصى. نعم كيكمل عليين، واش حصى ولا 2 ولا 3000، يعني كاين اللي عنده حصى صغير، كاين اللي عنده 4، كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 6. هذه السيده هذه بما ان باقي ما عندهاش مشاكل صحيه بحال لي كريز ولا الام ولا حاجه اللي غادي يخليها تمشي بلا يعني مرغمه العمليه، الا وصلت للطور العمليه ماشي غادي يكون عندها اختيار، يعني بقى الحل واحد، ولكن في انتظار هذا الحل وما تخلعش، يعني ما تخلعش خير ان شاء الله. جل النساء عايشين بحصوات المراره، جل النساء، يعني اكثر من 70% ديال النساء الا داروا ايكوغرافيا غادي يلقاو عندهم واحد الحصوات في المراره، غير هو كاين اللي كتعيش بها، كاين النساء كيعيشوا بهم ما كيتزادوش، كاين اللي كيتزادوا عندهم كتنفخ المراره وكتعطيهم التهاب، كاين اللي كتحول الى سرطان. المهم الى السيده ما تفزعش، يعني ما تخلعش خير ان شاء الله، بما ان باقا في واحد الطور جيد، هذه تلتزم بنظام نباتي محض 100%، يعني يمنع الحيوان، يعني الالبان والدجاج والبيبي جميع انواع دسم. جميع انواع اللحوم الحيوانيه هذه تتبعد منه، تاكل نظام نباتي فيه القطاني فيه الخبز فيه الشعير القمح التمر تاكل كل شيء، وتحاول تشرب عصير ديال الفواكه الحامضه بحال التفاح، تكثر من التفاح، العنب دابا ما كاينش ولكن دابا التفاح والليمون كاين والبومبلوموس هذا حتى هو جيد، تحاول تعمل عصير ديال الفواكه، لان علاش؟ لان الفواكه تتمتاز على هذا الخضار بانها حامضه، كتكون حامضه وهذيك الحموضه هي اللي كتذوب هذه الحصوات، ولكن ما خصهمش يكونوا صغار وخاصها تكون تحت مراقبه طبيه. الا حست مثلا بحريق ولا شي حاجه خاصها تمشي للمستشفى، لان الناس يقول لك لا انا ما نمشيش للطبيب، هذا خطا تهور، يعني كيف ما كان الحال المراقبه الطبيه ماشي بالعكس هي في صالح الناس، ما يبقاوش الناس يتخلعوا من الطب ولا من العمليه لا، ولكن هذه السيده ممكن تفادى العمليه، أي لكن شريطة تتبع هذا الشيء وأن تكون نظام ديالها نباتي 100%، ما كاينش ريحة الحيوان، وتاخذ العصائر ديال الفواكه، وهذا الخشاش اللي كنتكلموا عنده والخرشوف والبسباس والمسائل المعدنوس والكرافس والفجل واللفت الاصفر واللفت البيض، الماء ديال الخرشوف هي ذكرت الماء ديال الخرشوف مزيان. نعم تشرب الخرشوف طازج الا كان ممكن الا قدرت عليه، الا ما كانش تسلقوا طحنوا ديروا شربه وتشرب معاه العصير ديال الفواكه بحال التفاح، تكثر من عصير التفاح
ما يعني تكثر يعني راه تقدر تشرب حتى يطرب، ولكن ما طحنش التفاح مع الحليب، طحن التفاح مع ماء معدني، مع ماء طحن التفاح مع ماء معدني وتشرب نص لتر ولا لتر في اليوم ان شاء الله ما يكونش عندها مشكل. وتراقب، دير ايكوغرافي ولا دير مثلا هذاك الكشف الطبي باش تشوف هذوك الحصوات. نعم باش الانسان يكون يخدم بعقل، يخدم بعقل وبعلم علي عموما ما تخلعش، خير ان شاء الله ممكن تستفيد من هذه النصائح. دكتور، هناك خاصيه يمتاز بها الخرشوف في تقنيه صناعه الالبان. نعم. هذه الشعيرات الموجوده، انا الجده ديالي كانت كنشوفها كدير هذاك لب الرؤوس في اللبن، وكان يعني كيرجع خاطر ولا كيولي جبن. ولذلك قلت قبل قليل ان الناس ما كيستافدوش من هذيك الرؤوس، القوقة اللي كنسميوها القوقة. فعلا علي اشاره ان المنطقه ديال سلا رباط سلا كيسميوها القناريه، كيتكلموا على القناريه، يعني هذه القبطه ديال الخرشوف. احنا كنقولوا خرشوف علي، هذه حتى هي تسميه كما علي كيف ما كان الحال. هذو مصطلحات كيختلفوا، لكن راه نفس المنتوج. المهم هو الناس يفهموا هذوك القوقة كيكون فيها هذاك الشعر، الشعيرات. علاش قلت الى سلقوها الناس ما كيستافدوش؟ لان هي غنيه بالانزيمات، هذيك مصدر الانزيم، ويعني يعني اقوى انزيم واحسن انزيم كاين في الطبيعه هو انزيم البيبسين والتريبسين، هذو اللي كتجبن الحليب، الانزيمات اللي كيجبنوا الحليب. وانزيمات اخرى يعني فيها حتى الدياستاز، هي فيها الدياستازات وين، وفيها البيروكسيداز وفيها الكاتالاز، هذو اللي كاينين في هذا. وفيها حتى انزيم يشبه الانسولين، يعني انزيم يساعد على استقلاب السكر، يعني سكر. هذا الجي اف، هذا فهذا الشعيرات هذو كيجبنوا بهم الحليب، ولكن كيجي الجبن اكثر وكيجي الجبن مر، لان الخرشوف مر طبعا الا كثروا كيجي مر. يعني مستحب هذاك المراره. نعم علي، يعني الا زادوا غير شويه خصهم يديروا غير شويه، يحزموها في واحد مثلا ثوب نقي ويديروها في الحليب حتى يتجبن ويزولوها. ومن الاحسن يكون الحليب سخون على 24 درجه ولا 30، يكون دافي باش يتجبن بسهوله ويعني بسرعه. فيضيفوا لي هذيك الشعيرات، وهي اللي كانوا كيجبنوا بها الفلاحه، كانوا كيجبنوا بها. وكاينه واحد النبته اخرى حيت هو الخرشوف تابع لي شاردون، هذه العائله ديال لي شاردون، ولي شاردون كلهم يعني فيهم نفس التركيب ونفس المكونات الغذائيه. كاين كنسميهم حنا بالامازيغيه في المغرب جلهم الامازيغيه، وما تيمطا والتسكرا، هذا منهم الخرشوف، منهم اشياء هذه اللي كتجبن، هذو كل اللي عدى القوقه، كاع النبات اللي عدى القوقه كله كيجبن وكله جيد. هذا دار معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسم الكريم فاطمه. فاطمه من اي مدينه؟ من سلا. اهلا بك فاطمه، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كان الدكتور الله يرحم بها الوالدين تنسولك على الرجل عندي تيدير ديالي، واش يمكن له كيف حكى البقوله ياكلها والخرشوف؟ نعم إذن شكرا. أسئلة خاصة ويعني موجهة لحالات معينة، ولكن يمكن لك دكتور تأخذ أنت من جانب التغذية. نعم، برنامج عام خاص الناس يستفدوا أكثر، لأن هذا من مكونات فعلا. هذا السيد اللي كيعمل دياليز، هي قالت لنا غير دياليز، واش مازال عنده ضغط مرتفع؟ واش مازال كياخذ اقراص الضغط؟ واش عنده معاه سكري؟ والعمر ديالو شحال؟ واش 60 ولا 65 ولا 45؟ فهنا كاين عوامل كيصعب عليك تعطي نصيحه. ولذلك انا يعني كنحذر الناس اللي كيعطيو نصائح باش يمشي على شكل يعني مستقيم. لماذا؟ لان الشخص كيعطيك غير واحد معلومة، أما هي كاين 100 معلومة اللي كتخص واحد الحالة مثلا. يعني فهذا السيد هذا شحال كيصفي في الأسبوع؟ واش مازال كيمشي للمرحاض ولا يعني منقطع تماما ما بقاش كيمشي للمرحاض؟ هذه ما نقدروش، يعني حالات يعني بحدا. عموما علي الناس اللي كيعملوا دياليز ما خصهمش ياخذوا المواد اللي فيها البوتاسيوم، لان البوتاسيوم كيضر صحاب الدياليز. داكشي علاش الطبيب كيمنع عليهم القطاني، ماشي كلشي القطاني.
كنظن دكتور السيده مازال معنا، يمكن تطرح عليها اسئله في التليفون. لا لا علي خير، ما لا ما غاديش نديروها عياده. المهم راه سمعت هي وعرفت احنا انا علاش عممت باش تشوف هي الزوج ديالها شنو عنده. الا كان باقي كياخذ اقراص ديال ارتفاع الضغط غادي يكون عنده مشكل، الا كان مابقاش كيمشي للمرحاض غادي يكون عنده يعني غادي يكون حاله قصوى. هذه الحاله القصوى هي ملي ما كيبقاش يمشي للمرحاض تماما، يعني صافي انقطع هذول يعني الكليات وقفت تماما صفر في المئة. اما الناس اللي مازال كيمشيو للمرحاض وكيصفيو ممكن الحاله ديالهم ماشي تزاد سوء ممكن تحسن بالعكس. فالاشخاص اللي كيصفيو بعدا ما خصهمش ياخذوا لحوم. نعم. الاجبان واللحوم ممنوعه عليهم منعا كليا، وخشاش الارض ممكن يتناول جميع انواع اللحوم ممنوعه عليهم. علاش؟ لان هاد اللحوم هذه كترد الدم يعني تخين فيسكو، وهما كيصفيو ولا كان عنده ارتفاع الضغط غتكون عنده مشكل اخر. يعني هنا الاشياء الحيوانيه خصهم يتجنبوها. ياكلوا سمك حوت، السمك اللي عنده العظم اللي عنده سلسول، وياكلوا كل شيء الاخر خضر والفواكه. يعني الطبيب غادي يكون عاطيه اللائحه ما غاديش يكون عنده مشكل عليه، لان كان كيدير ديريز غادي يكونوا محددين ليه المسائل هذه. فالا كان كعنده مثلا اقراص ارتفاع الضغط، وكان هذا السيد عنده ارتفاع الضغط، ممكن ياخذ اوراق الزيتون. هي الماده الوحيده اللي ما فيهاش بوتاسيوم اللي ما تضرش صحاب الدياليز. ياخذ شاي ديال اوراق الزيتون باش هذيك الارتفاع الضغط شويه ينقص. واللي ممكن من بعد الى نقص مزيان وتسوى ممكن الطبيب ينقص له بعدا على الاقل هذوك الاقراص ديال ارتفاع الضغط. ملي كيكونوا الناس يديروا الدياليز هادو هما الحالات القصوى، ما خصوش يكون يعني انقطع تماما يعني الكلوة جفت، وما خصش يكون باقي عنده مرض مع الدياليز. يكون عنده مثلا ارتفاع الضغط ولا سكري، يكون عنده أشياء أخرى ولا كوليسترول ولا مثلا شحوم في الدم، هنا كيكون المشكل. أما إذا كان السيد عادي والعمر ديالو جيد ومازال كيمشي للمرحاض وما عندوش ارتفاع الضغط ولا ما عندوش مشكل، يعني ربما تحسن الحالة ديالو. يعني سؤالات بأن واش ممكن نستفعل حالات خرشوف ياكل لا علي الخرشوف ما فيش بوتاسيوم كثير، ما فيه البقولة لا ما فيش بوتاسيوم كثير، كاين البقولة فيها بوتاسيوم يعني ما يمكنلوش ياكل اشياء ولو ماشي قضيه بوتاسيوم، لان ما كاين حتى شي حاجه في الطبيعه ما فيهاش بوتاسيوم باش ما نكذبوش على الناس. كل شيء فيه غير والنسبه كتكون نسبه عاليه بحال مثلا الدرك ديال الهنديه. الهنديه والصبار وهذا فيهم نسبه عاليه ديال البوتاسيوم. البطاطا الحلوه فيها نسبه عاليه يعني البوتاسيوم، نعم بحال هذه ما يقدروش على الناس، يعني الشعير فيه البوتاسيوم مرتفع جدا ماشي. فتشوف هي الاشياء، وحتى ولا كان البوتاسيوم مرتفع راه كيدير التحليله هو، راه غادي يشوف المستوى ديال الصوديوم والبوتاسيوم. دكتور الا سمحتي غادي نقاطعك، لان انا كنوعد المستمعين وانت معي اننا نديروا حلقات خاصه إن شاء الله. الناس اللي كيعانيوا من الامراض المزمنه وكيعتمدوا على الغذاء ديالهم واحد النظام غذائي، كنوعدهم ان شاء الله نديروا حلقات خاصه. دكتور غادي نرجعوا للخرشوف، واحد الفعاليه عاليه بالنسبه للخرشوف ضد داء الروماتيزم، ما حكايته مع الروماتيزم؟ نعم، حكايته مع الروماتيزم هو لانه عنده فلافونويدات. هذه هو الفلافونويدات كما قلت هي ماده تسخن الجسم، معنى تسخن الجسم انها تزيد تنشط الدوره الدمويه وانها تنشط الهرمونات. لان ملي كنكون مثلا الشخص كيحس ببروده هذا عنده نقص في الهرمونات، كنسموها لانسيفيزونس هرمونال، هذه معروفه. ملي كيكون عنده الام، كاين الاشخاص اللي كيمسيو الالام وهما الالام جاي من الغده الدرقيه. هنا كندخلوا للتدقيق، لان هذه علينا، هذه يعني احنا كنبغوا نبسطوا الامور للناس، ما كنبغوش ندخلوا لهذ التفاصيل العلميه، ولكن هذه لا يعلمها الا الاطباء. يعني علاش؟ لان الطبيب اللي كيشوف السيده عندها الام يعني ماشي هما هذوك، كيطلب التحليله ديال الغده الدرقيه لا تيرويد، وهذا يعني النقص في الهرمونات هو كيخلي الجسم يكون عنده بروده ويحس برعشه ويكون مرتخي والصباح ما يقدرش يوقف. فالخرشوف كاين الشط هذا الجهاز الهرموني، وبالتالي يزيل الالم. نعم، ملي كان الهرمونات كينشطوا وملي الدوره الدمويه كتنشط الالم المفاصل كيمشي. علاش؟ لان ما اشنو الم المفاصل؟ الم المفاصل هو تجمع واحد الماء في المفاصل، وماشي ماء، وبروستاغلاندينات. والبروستاغلاندين واحد وثلاثه هي اللي كدير الالم. ملي كتجمع، وهذه كتجي من اوميغا 6 اوميغا 6 يعني كتجي من الدسم الحيواني، هذا الماء ملي كتجمع كيولي هذا. وكاين الام اخر ديال النقرص، يعني واحد الكريستو ديال لاسيد يوريك، يعني هذا الحمض اللي كيتبلور في المفاصل كيولي يدق بحال الشوك. ولكن الام المفاصل اللي الناس كيعنيوا بالم المفاصل وهذا الماء الذي يتجمع في المفاصل والبروستاغلاندين. يعني الى الاشخاص حبسوا هذا الدسم الحيواني وخذوا الاوميغا 3، يعني العكس، يعني خذوا الاوميغا 3 وياخذ ماشي الخرشوف، جميع الاشياء
الأشياء الغنية بالفلافونويدات اللي من الخرشوف. وأظن أن الآن فصل الشتاء كاين جوج المكونات فيهم أعلى ما يكون من الفلافونويدات ومن الفيتامينات، حمض الفوليك كذلك، هي السكوم ليزاسبيرج والخرشوف ليزارتيشو. هادو يعني الخرش، هاد جوج النباتات كاينين في هذا الوقت، وكاين إلى الناس أضافوا الخبزة هيكون أحسن، لأن الخبزة هي مزيلة للألم، لأن يعني غادي فيها يحسوا بانتعاش وما غادي يبقاش لك الألم ديال الروماتيزم. معنا مكالمة على الخط دكتور إلا سمحتي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم مبتسم عيشة العزيزة، الله يجزيك بخير انت وسيدي الدكتور. بغيت نسلم سيدي الدكتور. تفضلي لله. السلام عليكم سيدي الدكتور. الله يجزيك بخير سيدي، الله يكثر خيرك، الله يوفقك، وكنطلب من الله تبارك وتعالى من سلامه طال عمرك كي لا تبخل علينا ان شاء الله تعالى. كنسول سيدي الدكتور على الخرشوف، فالناس كيسلقوه واش مسلوق ويتلح داك الماء ديالو، واش كيبقى فيه شي فيتامين او ما كيبقاش؟ وعندي سيد الدكتور الكربة، واش الا كليت بزاف كن مرة في الأسبوع الخرشوف ما يعمل لي والو؟ نعم جيد. نعم شكرا. وهاد السلق ديال الخرشوف، نعم هذه خص النساء يتجنبوها، يعني كيسلقوا الخرشوف ويلوحوا الماء، هذه خصهم يتجنبوها. من الأحسن يتغسل مزيان، يتغسل يتحك ويتغسل مزيان في الماء، ربما يغسلوا حتى بالماء دافي لبغا ولا بالملحة، ولكن يطيب مع طبيخ ولا يطيب في الماء ديالو، نعم المرق ديالو، هذاك الماء ديالو خصو يبقى مع المرق، لأن هذيك المادة السينارين كما يعني أن الله سبحانه وتعالى فضلا منه أنها ما كتضيعهاش الحرارة. يعني الطياب ما كيضيعش السينارين، ولكن إلى كتمشي مع الماء، إلى سلقوه الناس ورموا هذاك الماء، واحد التركيز ديال مادة السينارين غنضيعوه، غنكونوا ضيعنا. حتى الزيتون يعني الناس دابا كيبقاو يبدلوا ليه الماء حتى يحلى، نعم، ولكن خصو يبقى مر، الزيتون خصو يبقى مر شوية، ماشي نعم. احنا كنعاودوا النصائح طبعا للمستمعين هذه للإفادة. نعم. ما كاين حتى مشكل. إذا غادي ناخذوا آخر مكالمة تشير لي خديجة قصيب في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام. نعم. عليكم. نعم. لالا. ألو عليكم السلام. تفضل لالا الاسم الكريم. خديجة من الدار البيضاء. أهلا خديجة. شكرا أختي على هذا البرنامج اللي نورنا، الله ينوركم ونور الدكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كنطلبوا لي الصحة والعافية، الله يرحم لي الوالدين كينورنا بزاف، الله ينوروا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. الله يخليك. بغيت نسولك على الخبيزة، واش كت مع الحريقة، واش إلا تحلطت مزيان المواني الحساسية بحال الضيقة بحال. نعم فهمت. نعم. واحد السؤال اخر خارج ليا الموضوع هو العسل، الله يرحم الوالدين. العسل غادي نديروا له حلقه ان شاء الله خاصه. وغادي تشربكم مالين الدقه ما يشربوش ما ياخذوش، وانا بقيت حيره عندي واحد الدريه. ان شاء الله خير. ان شاء الله غادي ان شاء الله. والسباس البلدي اللي تنسمعوا بليه الدكتور فيدر ربما غادي يكون عارفه، حنا من الناس القدام شجره كنعرفوه، واش هو عنده مفعول بحال وبحال الخبيزه وبحال كنا تكلمنا على البسباس. نعم في الحلقه ديال البسباس البري كاينو ضعف البر. نعم الدرياس هذا. نعم نعم. شكرا وبارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. هذا عليا هاد الأشياء اللي كنتكلموا عليها بعض الحالات الخاصة، يعني نعم. لا بأس، واخا نكونوا نتكلموا على واحد النبات نتكلموا على يعني على نباتات أخرى، يعني ما عندناش مشكل، يعني دائما نستفيد. نعم. الإعادة فيها استفادة طبعا. نعم. ولكن عموما الناس ما يتخلعوش من الأكل، واش أكلته مرة في أسبوع، واش درت ليلة فات ليه الخرشوف، ولا هاد المسائل هذه اللي كنتكلموا عليها، هي غذاء، هي أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى ليعيش عليها الإنسان، وليست أشياء يعني بحال أعشاب طبية ولا يعني طارئة أو ظرفية. الملكي الإنسان تضره شي حاجة كيمشي يدير مخينزة ولا يدير شي حاجة، هذيك أعشاب طبية اللي خاصها العلم ديالها وخاصتها هي القدر ديالها. ملي كنتكلموا على العلاج كنتكلموا على القدر، على لادوز. فالغذاء لا، الغذاء ما فيش القدر، ما فيش الكم، فيه الكمية طبعا في الإسراف، يعني كناخذوها من الناحية الشرعية أخرى، أن الناس يجب ألا يسرفوا في الأكل، نعم، ولكن ما كاينش واحد الكميه محدوده انني الا كثرت من الخبز غنمرض ولا كثرت من الخرشوف غنمرض، هذه ما كايناش في التغذيه، ما كايناش. فهاد الاشياء ان الان يلا تكلمنا على لائحه بسيطه جدا، ولو بقينا غاديين على هذا المسار ان في كل حلقه نتكلموا على نبات ولا نكفي، يعني سالانا لا تكفي، لان نتكلم على نبات واحد، وان الله سبحانه وتعالى يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لا من المستحيل، وهنا نعمه جات مفرد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قرنها بالعدد، وان تعدوا ماشي نعم،
وإن تعدوا يعني الله قال أسبغ عليكم نعمة في آية أخرى، ولكن في هذه قال وإن تعدوا نعمة، غير نعمة واحدة، لكن غادي نعدوها لا يمكن أن نعد هذه النعمة، هذه نعمة واحدة ما أدراك بعد يعني ما إن شاء الله غادي نشوف واش غادي تقدنا يعني سنة ولا سنتين إن شاء الله، خصوصا أن المغرب فيه منتوجات كثيرة جدا وهي للأكل، يعني مازال إحنا مع الأكل، مازال ما وصلناش للأعشاب اللي غادي يداوها بها البشر. فالله خلق توازن في الكون، فيجب على الإنسان كذلك أن يتوازن داخل هذا، أن يحترم هذا التوازن داخل الكون. إذا لم يحترم التوازن فهو الأول الذي يجني الويلات، هو الإنسان هو الأول. ولذلك نلاحظ كذلك أن كثير من يتكلم على النظام المتوازن، وأن أقول من المستحيل على أي شخص أن يحدد نظام متوازن، من المستحيل. لماذا؟ لأنه لم يخلق هذا البشر، أن الله الذي خلق البشر هو الذي جعل له التوازن. معنى التوازن هو الذي جاء في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى كي ينبت الخرشوف في فصل الشتاء يجب أن نأكله في فصل الشتاء، الله كي يخرج النعناع في فصل الصيف يجب أن نستهلك النعناع فصل الصيف، الله خرج الشيبة في فصل الشتاء، نظام كوني. نعم خصنا نحترمو هاد. أما أنني نزرع مثلا بطاطس خارج موسمية باش نبيعها غالية، ولا نزرع اللوبيا خارج الموسم ديالها، ولا ندير لها البلاستيك، ولا ندير لها التقنية باش نخرجها، هذا يعني يخالف الناموس الكوني ويخالف خلق الله سبحانه وتعالى. ويجب علي الله يعني دقق ويعني دار التوازن، خصنا غير نحترمو. أنا وقت البصلة بصلة، أنا وقت الخرشوف خرشوف، وقت البسباس بسباس، أنا وقت يعني الشعير شعير يعني، وهكذا. يعني حتى الألبان راه موسمية، يعني ما شاء الله، يعني الناس ولاو كيلقاو حاجة في السوق ياخذ، حتى الألبان موسمية، عندنا يعني البقر كيولد في الشهر واحد وجوج باش يخرج الكلاء والربيع والمسائل باش يرعى عليها، باش يعطينا حليب جيد وزبدة جيدة وإلى ذلك. ولكن ما يمنعش دكتور كيكون البن في الصيف، ولكن ماشي بنفس الجودة اللي كيكون في الربيع. أكيد غادي يكون حليب العلف. نعم. حليب العلف ليش ماشي حليب النباتات، غادي يكون يعني التركيب الكيماوي. اليابانيين والبريطانيين يعني مشاو بعيد في هذه المسائل هذه، لقاو بان حتى النبات لما كيخرج في الموسم خارج موسمه ان التركيب الكيماوي ينقلب كيتقلب، ما كيبقاش نفس التركيب الكيماوي. هما درسوا الكونكوم، يعني درسوا الخيار، دراسه دارت على الخيار وعلى الكرنب وعلى بعض انواع السلطات اللي وجدوا، يعني لماذا درسوا هذه؟ لانها في البحث العلمي كتجي قريبه، لان خصنا نتسناو واحد النبات عام عاد نديروا ليه التحليل الكيماوي، غادي يعطينا سنوات في البحث العلمي ماشي سهله. فلذلك هما كيمشيو للاشياء اللي يعني شهرين ثلاثه كتعطي مردوديه باش يحلوها كيماويا. ولذلك درسوا بعض انواع الخضر اللي درست في المختبرات، وان كان التركيب الكيماوي يختلف. الاشياء اللي درنا لها احنا التركيب الكيماوي في المغرب تختلف تماما على الاشياء المنشوره في الكتب. يعني علاش؟ لان الاشياء المنشوره في الكتب هي اما امريكا اما اوروبا، فالاشياء احنا اللي في المغرب درنا لها التركيب الكيماوي لقينا بانها لا ريد مخالفه للتركيب الكيماوي ديال هذه الاشياء اللي موجوده بكلها. دكتور الا سمحتي تعطينا واحد ملخص تقريبا ديال 3 دقائق على نهايه البرنامج بالنسبه للخرشوف باش الناس يستفدوا اكثر ويرتاحوا. خليت هذه النصيحه هي الاخرى. نعم. وهي شيء غادي يجي الناس غريب وعجيب، أن الخرشوف يساعد على النوم. هذا أمر عجيب جدا، لأنه غني بالفلافونويدات والمانيزيوم. في الفلافونويدات والمانيزيوم، والفلافونويدات والمانيزيوم فيتامين بي، كذلك مكون فيتامين بي، هذه كتساعد على النوم. ولذلك الناس اللي باغين راحة واسترخاء ويستافدوا من النوم ديالهم، خصوصا الناس اللي كيخدموا بكثرة واللي كيركزوا بجوج، اللي كيخدموا بالعضلات عندهم المانيزيوم وعندهم لينولين، واللي كيخدموا بالذكاء يعني اللي كيركزوا مهندسين عسيدة باحثين اطباء هذا اللي مذيعين والى داكشي اللي كيركزوا، هادو ياخذوا الخرشوف في الليل من الاحسن في العشيه على شكل شوربه ولا علي حتى سلطه ياكلوه كاك، يعني وياكلوا كثير يكثروا منه في العشيه. علاش؟ لانه سهل الهضم، ما كيأرقش المعدة، وما كيديرش غازات، ما كيديرش انتفاخ في الليل، وأنه يساعد على النوم، وأنه يساعد على الاسترخاء، وغادي يعرق على التعرق. يعني هذا معنى التعرق. التعرق أنك ترمي هذيك السموم من الجسم، وأن الاسترخاء على أن هذيك العضلات ما كتبقاش تخدم، يعني كترتاح، وبما في ذلك عضلات القلب والأعضاء وما إلى ذلك. ثم في هذا الاسترخاء كيكون كذلك أخذ الكالسيوم بالنسبة للعظام، لأن كاين الناس الآن دابا اللي ما كيستافدوش من الكالسيوم، ولكن ملي كيكون المانيزيوم كتولي استفدام الكالسيوم أكثر. علاش؟ لأن المانيزيوم كيحد من كثرة الحركة، وكيحد من ليكسيتاسيون ديك اللي يعني التنشيط ديال الجهاز العصبي بكثرة. هو المانيزيوم هو اللي كيحبس ولا كيراقب الكالسيوم،
ولذلك هذا الخرشوف انا خليت هذه النصيحه هي الاخرى، ان الناس اللي كيعانيوا من عدم النوم والناس اللي ما كيتسرحوش في الليل، الناس اللي ما كيجيهمش نوم، الناس اللي عندهم ارق، وكاين اللي كيدير احلام مزعجه كوشمار، هادو ياخذوا الخرشوف في العشيه ويكثروا منه على شكل شوربه ولا طازاج ولا اي شيء، وغاديين يلاحظوا يعني يستغلوا الوقت ديال الخرشوف في هذا البرد، اكيد غادي يلاحظوا على ان غادي يكون غادي يلاحظوا على ان غادي تبدل الحياه ديالهم ان شاء الله تعالى، وان الله سبحانه وتعالى جعل اسرار في هذه التغذية وفي هذه المكونات، غير هو الإنسان خصو يكون عنده ثقة تامة في الله سبحانه وتعالى، وخنو ثقة في هذا الخلق، يعني الإيمان مش ثقة، يكون إيمان بالغ. ملي كيكون عندنا إيمان بالغ كنعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق لشيء إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فهذه الأشياء هذه ما مخلوقاش عبث، ويجب أن نستفيد منها وأن نرشدها في إطار هذا البرنامج إن شاء الله. سنحاول ما أمكن باش الناس يستفيدوا أكثر ويستفيدوا يعني معلومات صحيحة، نعم يستفيدوا في حياتهم العملية، يعني هو في حياته مش غير يستمع البرنامج فقط، يعني يستمع يطبقوا ما يسمعون. نعم. طبعا. إذن شكرا دكتور محمد الفيد على غزير علمك والذي استفدنا منه كثيرا، واسعة صدرك.